احيانا النجاحات والانجازات ما بتتقاسش بس بالمراكز، ولو اننا بنحقق مراكز، لكن كمان بتتقاس بالقيمه المضافه اللي اضافتها اللعبه دي او الفعاليه دي. فاحنا النهارده جايبين لكم حاجه جميله وحلوه وسكر ومبهجه بكل تفاصيلها، لان الفريق بنات ولانه فريق دمج، يعني من كل الامكانيات اللي ربنا خلقها فينا موجوده في فريق واحد، ولانه فريق كره قدم فاللعبه الاشهر في مصر، ولانهم حققوا المركز الثالث على العالم. مش عارفه اقول ايه ولا ايه، يعني انتوا حلوين بكل المقاييس. بعد عودتهم بالسلامه من مشاركه في كاس العالم في ديترويت، النهارده احنا معانا فريق منتخب مصر لكره القدم المدمج، ودي الاول سؤال هنساله بقى النهارده، ايه كره السيدات، منتخب السيدات المدمج لكره القدم. الأول خلونا نرحب بدكتور إكرام الجمال، مدير الفني لمنتخب السيدات المدمج لكرة القدم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ونور عبد الواحد السيد، كابتن نور، أهلا بيك يا كابتن. كابتن الفريق أنت صح؟ كابتن جدا بقى، حتى طريقتها كده من أول ما دخلت الاستوديو كابتن جدا. ومنورانا هدى غريب، أهلا بيك يا هدى. أهلا بيك. وفاطمة طارق، بيقولوا لك يا توتا صح ولا توتا؟ توتا. أهلا بيك يا توتا. الأول مبروك وحمد لله على السلامة. دكتور إكرامي، يشرح لنا الأول إيه فكرة الفريق، فريق الدمج دي أنا شخصيا كانت جديدة بالنسبة لي. أنا أعرف إنه طبعا في بارالمبيكس وفي رياضة وتقدم هائل لذوي الاحتياجات الخاصة في كل أنواع الرياضات، لكن احكي لنا عن الدمج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر البرنامج على الدعوه الكريمه، واول برنامج استضفنا احنا الحمد لله لسه واصلين يوم الاثنين، كان اول برنامج نظهر فيه، كان القناه الاولى. دي حاجه تشرف، دي حاجه تشرف لينا طبعا. طبعا عندنا الاولمبيات الخاص بيهتم قوي بفكره الدمج. يعني احنا عايزين، مش يعني الرياضه طبعا اساس، بس مش عايز كل حاجه الرياضه تبقى اساس، عايز الدمج بحيث الولاد يشاركوا كلنا نندمج في المجتمع. فعندنا الفريق مثلا احنا مسافرين 6 لاعبين من الاولمبيات الخاص وخمس لاعبين شركاء. دول بيمثلوا الفرق. حتى في الملعب 4، احنا بنلعب سباعي، 4 من اللاعيبه السبيشال اللي هم عندنا من ابطالنا من اصحاب الهمم، و3 لاعبين شركاء. والتبديل حتى اللي بيتم بيكون لاعب شريك مكان لاعب شريك، النسبه ما تختلش طول الماتش. يعني طول المباراه عندنا 4 و3 في الملعب، نسبه ثابته. فدي فكره، مش احنا بنوصل رساله، يعني لما بجيب زي نور وبجيب اللاعيبه اللي معايا هم بيعلمهم حاجات وهم بيتعلموا منهم حاجات، ده الهدف، ده الهدف دمجهم في المجتمع اكتر. واضح ان دي بقى فكره عالميه اذا كان فيها كاس عالم، مش طبعا كده؟ طبعا. احكوا لي بقى عن الثقافات، احكي لي كده يا نور، انه لما اتعاملتوا مع ثقافات كتيره ومختلفه وشفتي الدمج من بلاد مختلفه وناس مختلفه. هي منافسه مختلفه، يعني انا روحت قبل كده بطولات كتير، بس دي مميزه ان هي مش بس بتركز على الكوره، هي بتركز على ان احنا ازاي نتعامل مع مختلف. يعني كان في حوالي 22 دوله، فانا قاعده جنبي واحده من الهند مثلا. فيعني ده كان احلى حاجه، وفضلنا على تواصل، يعني الناس اللي انا كلمتها هناك لسه لحد دلوقتي، فانا اتعلمت منهم وقعدت معاهم كتير، ودلوقتي بقينا قريبين قوي من كل اللي عندهم قدرات خاصه، وهم بقوا اصحابنا قوي. فدي كانت احسن حاجه في الموضوع، ان هي احنا بنتبسط وبنعلمهم وبنتعلم، احسن اكتر من ان احنا نركز ان احنا نلعب كوره. يعني نور بقى بالمناسبه لعيب كوره محترف يعني، وكمان يعني في المنتخب الـ يعني منتخب السيدات كمان، مش كده؟ ونور عبد الواحد السيد، طبعا الاسم ده هيرن عند حضراتكم حاجه حلوه، يعني كابتن عبد الواحد السيد كل التحيه ليه. نور بنته، مش كده؟ بالظبط. انت شايله يعني ليجند، يعني شايله تاريخ حلو كده اسمه. لازم تعملي حاجه بنفس المستوى من الشطاره والاحتراف. هفضل يعني بحاول اهو باذن الله. طيب انا عايزه احكي مع هدى شويه. هدى، انت كنتي الاساس بتاع الفريق، انت والاربعه زمايلك اللي هم الاغلبيه اصلا، مش كده؟ بتحبي لعب الكوره قد ايه؟ احكي لي، بقالك كام سنه بتلعبي كوره؟ سنة. طيب ولما رحتي وتعاملتي مع المنتخب والفرق الكتير، ايه اكتر حاجة عجبتك؟ اللعبة معاهم. اللعبة معاهم؟ ولا كنت تفضلي تلعبي مع فريقك اللي اصلا انت بتلعبي معاه دايما؟ يعني لما لعبتي مع فاطمة ونور وباقي الزملاء من الفريق احسن، ولا تلعبي مع زمايلك بس اللي في فريقك الاساسي؟ مع كله؟ احسن. فاطمه، لا احكي لي، هدى شقيه في الملعب، مشاغبه جدا في الملعب ولا لا؟ لا، ده جايه لنا كسره رجلها وعامله عمايل. قولي يا فاطمه عن تجربتك مع المنتخب، ولما تمت دعوتك للمشاركه ايه الفكره، عجبتك، انبسطتي؟ انبسطت جدا عشان كنت معاهم وحبيت ده،
وانا دي انا سنه تانية جامعه حلوان كليه الكوره. شغلت اول كليه جامعه الكوره اول سنه ليا، وشغلت كره قدم اول ميداليه خدتها من كره قدم تبع جامعه مع عيال مرمر، وانا اول واحده مواقع معاهم وقعدت اساسي. انت اول واحده من الدمج تلعبي معاهم. أيوة. يعني لعبتي مع الكليه الاول صح كده؟ ده بتلعب معاهم بس هي اول ميداليه اللي هتحصل عليها معانا. طب يعني انت دخلتي فريق الكوره كمان في الكليه. ايه الشطاره دي؟ شكرا. يعني انت متعوده بقى تدخلي في اي حاجه. الحمد لله ما يهمكيش. طيب كابتن نور، عايزه ارجع اسالك تاني، ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من بقيه زمايلك اللي معاكي في الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ والله انا بجد يعني حبيتهم قوي، لان احنا يعني دايما ما بنتعاملش معاهم على نفس، يعني دايما يقولوا هم عندهم قدرات خاصه فليفل المفروض انزل، بس بالعكس انا حسيت ان هم اب تو ليفل اقدر اتعامل، وبالذات حتى هدى يعني توتا كانت معايا اصلا في الاوضه. يعني انا شايفه انت عماله تقولي توتا اعدلي المدينه. ايوه كده في التسكين. كل واحد معاه كل حد من اللعيبه الشريك معاه لعيبه من لازم حتى في السكن من قبل ما نسافر في المعسكرات. الدمج حتى في الحياه اليوميه، احنا مش بس بنلعب مع بعض ونعمل الدور ونمشي. اتعلمنا كلنا ازاي ننظم يومنا، يعني مثلا اول يوم توصل مثلا مواعيدها كانت مثلا اتاخرنا نص ساعه على التمرين ولا حاجه، بعدين بعد فتره بقيت من اول الناس اللي بتيجي في وقت التمرين، فيعني هو بيتعلموا البيزك ديلي. ايوه الحاجات اللي هي اليوميه دي في المنافسه، فدي كانت احسن حاجه ان هم بيتعلموا الحاجات. انت اتعلمتي ايه؟ هم اكيد شاطرين بيتعلموا، انت اتعلمتي ايه منهم؟ والله من زمايلك بقى، ما احنا بنتعلم من بعض. حد يقول حاجه معينه؟ خفه الدم مثلا. مثلا صح، مش دمهم خفيف وسكر كلهم؟ يعني قعدنا نهزر كتير قوي. طيب دكتور، التجربه دي عمرها قد ايه في العالم؟ يعني تجربه الفرق الدمج، احنا عندنا الاولمبيات الخاص في الدمج من التسعينات، احنا في مصر شغالين الاولمبياد الخاص. الاولمبيات الخاص شغالين في الدمج. طبعا الاولمبيات الخاص كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر معانا في 2014، حضر معانا ولبى دعوه لاعب، يعني في لاعب طلع في برنامج قال له عايز حضرتك تحضر. يعني برضو الرئيس لما يكون انسان ويهتم بالقطاع ده كل الدوله بتهتم، يعني اكتر اهتمام شفناه الفتره دي. فالرئيس لما حضر وبعد كده راح مكرم نفس الفرقه، بس ما فيش لعيب منهم مكرر، يعني كانت نفس المركز ده حققناه في 2018 الحمد لله، كنا ثالث عالم برضو. وخد وسام الرياضه، وسام الرياضه ده مش ليهم بس، للمجال كله، الاولياء الامور هم اكتر ناس بتعرف في المنظومه، الامور دول هم الابطال، هم الابطال يعني. للمدربين، للمنظم، للمجال كله. الوسام ده يعتبر وسام للناس كلها، مش وسام لكره القدم بس. يعني عندنا هدى، دي هدى يعني انا مبسوط منها. ليه؟ هدى دار ايتام، دار ايتام القدس، ولما تيجي تشارك معانا وتادي في ماتش، يعني هي دلوقتي قاعده ورجلها مكسوره. يعني رجلها ولعبت الماتش كله ورجلها مكسوره دلوقتي زي ما حضرتك شفتها داخله البرنامج. فدي حاجه جميله ان الناس تشارك معانا. روحها قويه، انت روحك قويه صح؟ جدعه كده وبتتحدي الظروف كلها. فهو فكره الدمج عندنا من اهم لان احنا عندنا الاولمبيات الخاص مش الرياضه بس. لا، عندنا كل ما بيحيط باللاعب، يعني كل ايه الخدمات الثانيه اللي بتتقدم في يعني للاعب او للرياضي؟ للرياضي أسرته. عندنا طبعا عندنا برنامج الاسر، عندنا حاجه اسمها المبادرات. المبادرات بتشمل اكتر من حاجه، عندنا مثلا الاسر، لقاء الاسر. في اسر بتخاف دلوقتي مثلا عندها بنت مثلا فخايفه تتجوز فتخبي اولادها، كان كتير بيحصل كده. يعني دلوقتي كمان الرئيس بيعمل لقاءات ويقابل الناس، فبدات الناس تشارك اولادها. كان الاول الناس عندها احجام شويه اللي هو ما يشاركش. دلوقتي عندنا بيشاركوا، فعندنا برنامج الاسر. الاسر احنا بنعمل لهم توعيه، بنجيب لهم دكاتره يقدروا يعملوا لهم توعيه. عندنا برنامج الصحي بنكشف على كل الناس، يعني حتى نور كانت معانا وكله معانا. في ناس من البعثه دي اولياء امورهم ما يعرفوش ان هم نظرهم ضعيف. وهناك اكتشفنا ان نظرهم ضعيف وخدوا نظاره. اوكي. يعني ده في المسابقه الدوليه بقى. واي مسابقات عندنا لازم يتم كشف صحه على اللعيبه، لان انا عايز احدد اذا كان يقدر يشارك في المنافسه. بالنسبه له كره القدم صعبه شويه. يعني بالنسبه للعيبه الاسويه، في اللعيبه الشباب ساعات صعب عليهم، فما بالك بالنسبه للبنات، فبتبقى اصعب. فلازم انا احدد الدكتور يكشف هي تقدر تمارس ولا لا. طب احكي لي على المنافسه، انتوا خدتوا المركز الكام يا توتا؟ الثالث عالم. ثلاث اهو، جايبه خمس اجوان. جايبه خمس اجوان. انت جايبه خمس اجوان لوحدك؟ يخرب عقلك، ده انت يعني بطل. هو ده جبت كام جون؟ ولا انت مش هجوم؟ مدافع. انت دفاع. طب وايه الاخبار؟ كنت اسد طبعا صح؟ بتمنع كل الاجوان.
انت يا نور مركزك ايه في الفريق؟ انا ديفندر برضه مدافع. الدفاع؟ الدفاع دول بيبقى عليهم المسؤوليه الكبيره. ايه اصعب ماتش عليكم كان ايه؟ الماتش بتاع كوستاريكا. كوستاريكا اللي هو قبل تحديد المراكز الثالث والرابع اللي قعدتوا فيه كتير كده تاخدوا بنالتيز ورايح جاي. الف مبروك، انتوا عملتوا حاجه عظيمه، انسانيه في المقام الاول ورياضيه في المقام الثاني عظيمه، واحنا متاكدين ان احنا هنشوفكم تاني ابطال مرات تانية كتير. فاصل ونرجع لسه نكمل كلامنا مع منتخب السيدات المدمج لكره القدم. مساءكم خير واهلا مره تانيه. احنا قبل الفاصل كان معانا ابطال منتخب السيدات للدمج لكره القدم، وفي الفاصل انضمت الينا اللاعبه والبطله ضحى الكيلاني. اهلا بيك يا ضحى، منورانا. ولسه معانا نور وهدى، مش كده، ودكتور اكرامي جمال منورنا. ولسه عايزين بقى نبدا مع ضحى. ضحى، مشاركتك في المنتخب دي تعتبر المشاركه الاولى ليكي في دوليا يعني، ولا قبل كده؟ احكي لي عن تاريخك كمان في لعب الرياضه. كنت اول مره العب كره قدم، فقابلت دكتور اكرامي فاتعودت على الكره، حبيتها جدا وبقيت خلاص يعني قلت انا حبيتك. حبيتك الكوره جدا. جدا. طيب انت قبل كده كنت بتلعبي ايه؟ كنت بلعب سله. وحبيتي كره القدم. ودكتور اكرامي شجعك تدخلي بقى في المنتخب. كان موقعك ايه؟ كان حاجه تحفه بصراحه. لا، انت بتلعبي ايه، دفاع ولا هجوم؟ دفاع. دفاع. طيب دكتور، السؤال بقى واللي قالته ضحى ده بالظبط اللي انا عايز اسال حضرتك عنه. ازاي حد، انا مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصه وعايز ادخل معاكم الفريق، عايز ادخل المنتخبات الدمج المختلفه المتعدده في رياضات مختلفه، اهل عندهم ابن لسه في بدايه مشواره لسه ما لعبش رياضه خالص، لكن انا عايزه انضم للمنظومه العظيمه دي اللي بتطور من الشخصيه ومن الاداء وحاجات كتير. تمام. احنا عندنا طبعا اللي في الاولمبيات الخاص اللي عندنا ميزه كويسه جدا ان ما عندناش عمر سن معين، عندنا بس النشاط نفسه الرياضي بيبدا من فوق 8 سنين. اقل من 8 سنين عندنا برنامج اللي كنت بكلم حضرتك، عندنا برنامج اسمه الاسر وصغار السن. يبدا يتطور اللعيب ويدربه اقل من 8 سنين، انما المسابقات نفسها بتبدا من 8 سنين. طبعا ده بيساعد ان اللعيب يشارك معانا في اكتر مسابقه. عندنا الاولمبيات الخاص دي ميزه كمان اللي احنا ما بنكلفش اللعيب اي حاجه، ما عندناش رسوم اشتراك. لو عاملين بطوله التغذيه والانتقالات طبعا بتكفل بقى الاولمبيات الخاص. الاولمبياد الخاص تابع لوزاره التضامن الاجتماعي. طبعا وزاره التضامن شرحت لي. تمام. بس احنا بنتكفل باي انتقالات، باي اقامه، اي يعني اي مسابقات لو جايين في اي مسابقات. الولد يعني من اول ما بيطلع من بيته لحد ما يروح انتقالات وتغذية ده مسؤوليتنا احنا. فده بيدي حافز للناس تشارك. في ناس قدراتها الماديه مش كل الناس زي بعضها. طب. فمش هيقدروا يشاركوا معاك، يعني بيحصل عزوف لان هو مش معاه الفلوس اللي هو يجي مثلا من طنطا او يجي من الغربيه مثلا او اسكندريه او اي محافظه. لا، بنجيب من اسيوط، البحر الاحمر مثلا، البحر الاحمر معانا، الوادي الجديد ناس بتشارك، مرسى مطروح، وبيجوا لحد هنا. بنتكفل باقامتهم وانتقالاتهم وكل حاجه بتتم، حتى اللبس في اي حاجه. فكده كده الولد ما فيش اي رسم اشتراك. احنا عندنا طبعا صفحه بتاعه الاولمبيات الخاص موجوده على الفيس، يقدر بقى يدخل يخش ويشارك. وعندنا مثلا الناس مسؤوله وهي اللي بترد على الصفحه، زي الدكتور محمد مثلا مدير الاعلام والعلاقات العامه بيرد على الصفحه. عندنا طبعا مكتبنا في جزيره العرب في المهندسين. طبعا في حاجه كويسه برضو بالنسبه للاولمبيات الخاص ان احنا 23 دوله منطقه متقسم لقطاعات الاولمبيات الخاص، فعندنا 23 دوله دي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الرئيس ليها المهندس ايمن عبد الوهاب ده من مصر، ومقر الاولمبياد الخاص اللي منطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا ده في مصر. فده بيدي دافع برضه لينا كبرنامج المصري نبقى من اقوى البرامج اللي بنشتغل في المجال ده. حلو قوي. انا يعني اقدر اسال او مش عارفه، انتوا عدد الناس الفرق الداعمه للاولمبياد الخاص يعني كم رياضه؟ الفريق الاداري والتنفيذي اللي بيشتغل في حاجه عظيمه زي اللي بيشتغل في الاولمبياد الخاص. احنا مش كتير، احنا 12 مثلا. بجد 12 ومعانا معانا لعيب كمان سبيشال منعم معانا مشارك معانا، اللي جوه اكلم الرئيس والرئيس حضر البطوله عشان قدام معانا موظف معانا برضو في المكتب. حلو. فاحنا عددنا مش كتير، بس عندنا المتطوعين كتير، عندنا الناس المنظمين كتير. يعني ساعات بنعمل في بطوله مثلا حضرها الرئيس فيها اكتر من 3000 متطوع. فده بيساعدك، مش شرط يكون احنا شغالين 5000، احنا ممكن نكون 12 بس معانا متطوعين فوق ال 3000 وال 5000 في اي حدث. حلو. نور، عايزه ارجع لك مره تانية. انت لاعبه في منتخب كره القدم النسائي، لو اتقال لك شاركي تاني في الاولمبياد الخاص
مره ثانيه وثالثه تروحي تسيبي اللي بتعمليه وتروحي تاني؟ اكيد بالعكس، ده انا اصلا كان عندنا معسكرات منتخب في الفتره دي وسبته ورحت معاهم واتمرنا وجهزنا وسافرنا، وبجد احسن تجربه لحد دلوقتي يعني. انا مبسوطه بحماسكم للفكره. هدى انت في دار الايتام اكيد بيعاملوكي معامله خاصه صح عشان بطله، فاحكي لي عملوا ايه لما عرفوا ان انت اخذتي مركز ثالث على العالم؟ فرحوا وبيقولوا لك يا ايه؟ يا بطله مش كده؟ انت اكيد يعني، فبقول لك في معامله في دلع زياده هيحصل يعني. بس اخواتك في الدار مبسوطين؟ في كام واحد في الدار معاكي كمان بيلعبوا رياضات؟ كام بنت؟ بجد؟ في بنات كتير كتير كتير، بس مش كوره، مش لازم يعني كوره بس بيلعبوا بيلعبوا طبعا بيشاركوا معانا. هرجع تاني لضحى. ضحى انت قلتي لي بلعب سله، انت في وتسلسلك الدراسي كام؟ يعني في سنه كام في المدرسه؟ ثالثه ثانوي. بتلعبي سله ودلوقتي بقت سله وكره قدم وقادره تلعبي الاثنين؟ لا انا يعني حبيت القدم احسن من السله بصراحه. هتسيبي السله خلاص؟ طب بعد الفاصل نتكلم في الحكايه دي. فاصل ونكمل مع فريق السيدات للدمج لكره القدم الحاصل على المركز الثالث على العالم في كاس العالم المقام في ديترويت. رجعوا لنا بالسلامه النهارده، فرحانين بوجودهم وبنحتفل بانهم ابطالنا المصريين اللي راجعين بخبرات كتيره جدا عالميه واعتقد انه كمان انسانيه. بعد الفاصل نكمل كلام. مساءكم خير، ولسه معانا فريق المنتخب السيدات لكرة القدم للدمج الحاصل على المركز الثالث على العالم في كأس العالم في ديترويت. الدمج يعني انه كل الامكانيات تبقى مع بعض في مكان واحد، والفكرة نبيلة جدا لانه اخواتنا وولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصه احنا كلنا عارفين انهم شاطرين جدا في الرياضه، لكن فكره دمجهم في الرياضه مع شركاء من الفرقه الثانيه اعتقد ان هي دي الاضافه والحاجه الملهمه جدا في المشاركه السنه دي. عايز اسال حضرتك بقى يا دكتور عن اللي جاي، ما هو قادم؟ اكيد في فرق كره قدم مدمج، هي مدمج مظبوطه كده، وفي كمان فرق ثانيه، احكي لنا ايه المشاركات القريبه القادمه عشان نتابعكم بس ونتوقع البطولات. تمام، احنا عندنا طبعا كره القدم دي بنقول خلال كره القدم الموحده، يعني عندنا طبعا استعدادات، عندنا برلين 2023 دي العاب عالميه بنشارك في مثلا في 15 رياضه دي في الالعاب العالميه. عندنا طبعا في رياضات جديده دخلناها في البرنامج زي الجودو زي الجمباز، دي رياضات جديده هنشارك بها لاول مره في الالعاب العالميه. طبعا بنعمل مسابقات في جميع المحافظات، يعني بنعمل مثلا في اسكندريه مسابقات ونبدا نختار منتخبات، نعمل في بورسعيد كل المحافظات، وبعد كده نيجي نلعب هنا العاب وطنيه. بس احنا نفسنا نعرف اكتر، يعني ازاي نساعد حضرتك انه يتعرف اكتر عن وقت المسابقه؟ اي بيت عنده ابن من ذوي الاحتياجات الخاصه يعرف يوصل لكم اسهل يعني؟ تمام، ازاي نقدر؟ احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك عندنا صفحه الاولمبياد الخاص سبيشال الاولمبياد الخاص يا جماعه، يعني اللي عنده ابن موهوب في الرياضه او لسه بيبتدي رياضه او صح كده ينفع يبقى مبتدئ يعني ومهتم ونفسه يبقى بيشارك في منتخبات ويشارك في مبادرات زي دي يدخل على صفحه الاولمبياد سبيشال اولمبيكس ايجيبت، هيلاقي الصفحه موجوده. طبعا اي وقت هيستفسر مننا على اي بطوله على كل المسابقات عندنا اي حاجه بننزلها على الصفحه برضو عشان التواصل. بس احنا الهيئات اللي معانا والناس اللي بتشارك بنبعت لهم جوابات رسميه بالمشاركه، هو تم مش تبع هيئه بنبدا نخليه يشارك معانا بحيث كل الناس تشارك. انا المهم عندي ان الناس تشارك وتندمج في المجتمع بالزبط. يعني مش عايز اطلع محمد صلاح بس عايز ناس كتير تلعب، يعني عايز كله يندمج في الرياضه تبقى حاجه كويسه بالنسبه لي. فده المهم عندنا. فاحنا عندنا الحمد لله الالعاب العالميه في المانيا، هنبدا الفتره الجايه الاستعدادات لان عندنا رياضات كتير، يعني عندنا اكتر من رياضه يعني. ودي الاستعدادات هتبدا من اول ان احنا ناخد جوله بقى في المحافظات ولا دي عملنا؟ احنا الحمد لله عملنا جوله في المحافظات، فاضل لنا بس محافظه الشرقيه، محافظات بسيطه اللي يعني نبدا عليها، وبعد كده نشتغل في الالعاب الوطنيه. الالعاب الوطنيه دي اللي هي زي بطوله الجمهوريه، نبدا نختار منها المنتخب اللي هيشارك معانا، سواء منتخب كره سله في مشاركين سله بنات مثلا، مشاركين قدم بنين،
مشاركين مثلا جمباز، جودو، سباحه، العاب قوه، كل الرياضات مشاركين فيها، فده بيبقى عدد كبير وبتكلفه كبيره، يعني الموضوع بيبقى صعب علينا شويه، شاقه شويه، لان انت زي ما قلت لحضرتك انت ما فيش اي رسم اشتراك. الولد من ساعه ما بيطلع من بيته لحد ما بيجي تكلفه على الوزاره، فده لا على الاولمبيات الخاصه فده اللي دي بتبقى تكلفه كبيره انك تعمل العاب وطنيه مثلا. يعني اخر العاب اخر بطوله القاهره عملناها، بطوله القاهره مش بطوله الجمهوريه، 1350 لاعب. ده 1350 لاعب لدرجه ان الصاله مش واخده، يعني هنعمل الافتتاح الطابور العرض كنا بننزل بس خمس لعيبه ومشوا مفشفه، لان الصاله اللي تحت مش هتشيل العدد ده، وبقت اللعيبه قاعده في المدرجات. 1350 لاعب في يومين بالنسبه لنا مجهود كبير طبعا. وحضرتك بتقول عددكم اصلا قليل، وهم بيحتاجوا كمان خدمات اكتر. يعني ممكن لعيب يمشي مع فرقه، لا ممكن انا هنا في التغذيه هتلاقي ناس، بس انا قلت لحضرتك ان المتطوعين جزء كبير في البرنامج. حلوة. يعني كان معايا في المسابقه دي اكتر من 500 متطوع، فخلاص فالموضوع بالنسبه لي وربنا يزيد، اتمنى يعني حاجه عظيم. نور انت تاني، انا عارفه ان يعني طبعا كل الناس بتقول لك بنت كابتن عبد الواحد بتوقع منك حاجات فظيعه. ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من باباكي، من بابا كابتن عبد الواحد السيد، ونفسك تكمليها انت في مشوارك كلاعبه كره قدم محترفه بقى؟ هو عمل تاريخ، يعني نفسي اوصل للمرحله اللي اوصل لها. يعني ببص دايما على جوائزه او الحاجات اللي كسبها، يعني هو لف العالم مثلا. فدي حاجات اتمنى ان انا اوصل للليفل ده، ان انا اكسب جوائز مش بس ميداليه، يبقى عندي ميداليات. فاتمنى يعني طريقته اتمنى ويدس. واتوقع انا كمان يعني انا اتوقع بروحك الحلوه دي، اتوقع حاجات حلوه كتير. طيب ضحى، نفسك تعملي ايه في اللي جاي؟ يعني نفسك انت قلتي لي نفسي اكمل في كره القدم مش كده، وعايزه تكملي في ايه كمان؟ عايزه تشاركي في ايه كمان؟ يعني انا حبيت السله جدا، بس يعني كنت بلعب وكده فحبيت السله القدم احسن من السله، يعني مش حبيتها قوي. حلو. ونفسك تاخدي بطولات تاني؟ اخد بطولات تاني واخد ميداليات. وتسافري السفر عجبك؟ جدا. وصاحبت على اصحاب جديده جدا، وصاحبت على نور صراحه وحبيتها قوي يعني، وحبيت على اصحابي كلهم. هتفضلوا اصحاب على طول بقى، مش بس هنتقابل في البطوله. هدى، اللي جاي عايزه تروحي فين في اللي جاي؟ انت عجبتك امريكا الاول كانت حلوه؟ طيب ايه اللي جاي؟ نفسك تعملي ايه كمان؟ تروحي فين؟ تكملي بقى. ربنا معاكي، ربنا معاكي. انا مبسوطه بيكوا جدا جدا. ضحى الكيلاني نورتيني، هدى غريب نورتيني، ونور عبد الواحد السيد نورتينا، دكتور اكرامي الجمال مدير الفني لمنتخب السيدات المدمج لكره القدم، وكلام عظيم النهارده سمعناه عن الاولمبياد الخاص. الف مبروك للفريق، مبروك، شوفكم دايما الابطال. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.